السيد رئيس الطالبي العالمي كرئيس مجلس المستشارين بالنسبة للولاية الثانية ليه. يعني من بين المواضيع اللي كنتمنى انهم يتطرقوا لها، يعني مشكل التعليم اللي مازال واحد المجموعة ديال الوعود اللي وعدوا بها ومازال ما تطرقوش لها. من بين الوعود هي الزيادة في الأجور، يعني دابا تقريبا راه شهر مرت 4 شهور على هاد الزيادة ومازال الأساتذة ما توصلوا حتى بشي زيادة. أيضا امتحان ديال التأهيل المهني، يعني مجموعة ديال الوعود اللي قالت الحكومة مازال ما وفرش بداك الوعود. وحاليا يعني كنشوفوا في وسائل التواصل الاجتماعي أنه يعني الأساتذة يعني بحال لا تهيئوا لواحد الإضرابات، يعني الحكومة ماشي في صالحها يعني أن يكون واحد الغضب في يعني في ميدان ديال التعليم، خصوصا حنا ابواب ديال نهايه السنه وكاين امتحانات جهويه وامتحانات وطنيه. يعني الحكومه خاصها تمتص هذا الغضب يعني باش تكمل السنه الدراسيه في احسن الاحوال. ممكن نطرقوا حتى يعني الجانب ديال الصحه، لان التعليم والصحه هما المواضيع الاساسيه والمواضيع المهمه. يعني كنظن التعليم الصحه وغلاء المعيشه، يعني حتى المواطنين يعني تقهروا، يعني اغلبيه ديال الأثمنة طلعت ويعني مابقاوش كيقدروا يلبيوا يعني جميع المتطلبات ديالهم، وخصوصا ان الاجور يعني بقات هي والمعيشه طلعت. انتخاب الطالب العالمي هو كان بعدا من الوزراء اللي انتخبوا في الحكومه اللي كانت قبل، وكان من الرجال ديال السلطه اللي كانوا رجال ديال السياسه اللي كانوا متفوقين. وكانت في هذه الوزاره هذه الطالب العالمي كان بعد انسحاب ديال السيده العمده ديال مدينه وشد هو بلاصه ورجعت كوزير للمره الثانيه جوبونس. وكان نقاش في البرلمان حنا كشباب حاليا كنطالبوا كحريات عامه تزاد شويه اكثر يتعمق في هذا الموضوع، هادشي اللي كنطالبوا في البرلمان ديالنا اللي هو انا. فيما يخص الموضوع ديال تجديد الثقه في السي طيب العالمي فيما يخص البرلمان كمنصب، انا التساؤل تنسال هو انه علاش ما تتعطاش الفرصه للشباب البرلمانيين في البرلمان، اضافه لانه انا نتمنى شخصيا انه يفي بالوعد ديالو والوعد اللي عطانا قبل في الحمله الانتخابيه ديال 3000 درهم. اهم وضع احنا في هذه المرحله هذه هو انه رفع من الاجور، وانه المواطنين يستافدوا من التضحيه الاجتماعيه ككل، وتكون مساواه في الاجور، خاصه الاجور الموظفين العليا واجور الادنى. بالنسبه للسي الطالبي، المواضيع اللي خصنا نطرقوا لهم هي هادشي ديال الهشاشه، وهادشي ديال اللي قال لك غنعطيو 10 ديال المليون للناس نعاونوهم في نعاونوهم في ليزابارتومون، منين غيجيبوا الباقي ديال الفلوس مثلا 20 مليون ولا لبالك، وهادشي الدعم اللي جادوا الناس مساكن زادوهم قال لهم غنعطيكم 500 درهم في الشهر، ومن بعد ولا المؤشر طالع وما عندهم والو، فهمتي؟ ولاو تيخلصوا، خصهم يخلصوا على داك الشيء ديال هذا، خصو يتطلق لهذا الشيء هذا ويتطلق للناس اللي ما عندهمش، فهمتي؟ ما عندهمش، هو هذا الشيء ديال الدعم، راه كاين الناس اللي ما عندهم والو وتزاد لهم في المؤشر وما عندهم والو حتى حاجه كاع، ماشي انا، ما تنسمع الناس، اغلبيه كلهم المؤشر ديالهم طالع، وهذا الشيء هذا راه 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 خايب، ما عندهم لا 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 دار لا 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 طوموبيل لا حتى حاجه، والمؤشر ديالهم طالع. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.